أقل من شهر هي المدة التي تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، المناسبة التي وبمجرد بداية العد التنازلي لحلولها في كل سنة يكثر الحديث عن سعر الأضاحي، سيما وأن الأضحية من بين الشعائر التي لها مكانة وأهمية لدى جميع المسلمين. السلعة راهي كاينة والشاري راهو كاين والسلعة ما هي غالية ما هي رخيصة، راهي في المستوى تاعها، راه في السوق نورمال. أسبوع ثقيلة الخير إلا يش كلش، إما مرخي إلا رخا إلا رخا إلا كلش، العددية غا كيما تعجب. لا ما هوش غالي لاباس والمال كاين خيرات الله. وفرة واستقرار في الأسعار هو ما يميز أسواق الماشي عبر مختلف ولايات الوطن هذا العام، بل أن سعر الأضاحي من المتوقع أن يكون أقل من السنة الماضية. العام اللي فات راه سوى 45 السلعة، هذه السنة راها في 41 وربع. الخروف راه ماهوش مساوم، راك تلقاه تروح هكذا تلقاه الخروف تاع 35 تلقاه بثلاثة. محاولة التلاعب والرفع من سعر الأضاحي من طرف بعض المربين والتجار من خلال إطلاق إشاعة بيعهم الماشية بأسعار مرتفعة، خطة ينتهجها البعض للتحكم في السوق ويرفضها البعض الآخر. راه رخيص المال. والله ما هو غالي ورا اللي غالي. المال راه غالي قلت لك. المال راه ب 48 ب 54 ب 52. ورا الشاري ما كاينش الشاري، الناس راه تغني باك والشاري ما كاينش. لا كاين راه يمشي المال ولا بس بيه. لا ما نشوفش كيف راه نهضروا. ورا الشاري. احنا بعنا المال. احنا بعنا المال. يروح عليك 48. 48 بعنا ب 45. ما كاينش. راه حبس المال. ما راه لاباس. راه الشاري ما كاينش. مصاريف العطلة الصيفية والمناسبات العائلية، ضف إلى ذلك الدخول المدرسي الذي تزامن وعيد الأضحى، مصاريف تعددت والجيب واحد.